طلع النور علينا كان فكنا عظما قيام بين يدينا تشرق دينا قيما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيام بين يدينا تشرق دينا قيما قيام الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد احنا رانا في بيت من بيوت الله هذا كين سموه المسجد المسجد والمسجد هو بيت الله قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد إذن المسجد هو بيت ربي سبحانه وتعالى نعم الكعبة هو بيت الله الحرام وكاين عندنا ثلاث مساجد هي المساجد المفضلة عند رب العالمين أولا المسجد الحرام المسجد الحرام الصلاة فيه كم؟ شحال من صلاة؟ لا اللي يصلي فيه صلاة واحدة شحال يدي؟ 100,000 صلاة تخيلوا 100,000 صلاة إذا كان صليت الظهر في المسجد الحرام في مكة المكرمة المسجد الحرام ظهر واحد يعادل يساوي 100,000 تاع صلاة الظهر في المساجد الأخرى فضل ربي سبحانه 100,000 المسجد الثاني المفضل عند رب العالمين هو المسجد النبوي المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة اللي مدفون فيه هو عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما الصلاة فيه بكم؟ 1,000 صلاة بمعنى لو كانت تصلي الظهر في المسجد النبوي كأنك صليت 1,000 ظهر في المساجد الأخرى ثم ثالثا في الفضل المسجد الأقصى المسجد الأقصى في القدس الشريف أسأل الله تعالى أن يعيده للمسلمين راه مستولين عليه الآن الصهاينة كما هو معلوم الصلاة فيه 500 صلاة حفظتوا هذه ولا لا المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 صلاة والمسجد الأقصى الصلاة فيها 500 صلاة بمعنى تصلي صلاة واحدة في القدس في المسجد الأقصى كأنك صليت 500 صلاة في المساجد الأخرى هذا فضل ربي سبحانه وتعالى لكن كل المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى واش نديروا في المساجد صلوا زيدوا نعبدوا ربي سبحانه نحفظوا القرآن نديروا الدروس كما هنا نزكوا فيه نعم ولما لا نعم لابد نحترم المسجد لأنه بيت الله لأنه بيت الله تخيلوا واحد فينا يحترم البيت تاعه ما يوسخش البيت تاعه وما يرميش القاذورات في البيت تاعه في بيت ربي يرمي القاذورات لا ولا الواحد مثلا ما يرفعش صوته في في بيته ما يدارس في البيت تاعه
ومن بعد في بيت ربي سبحانه يتصيبه يدابز ويرفع صوته، لا ابدا، هذا الشيء هذا كله حرام، ما يجوش. علاش؟ لاننا ضيوف الرحمن، احنا الان رانا ضياف ربي سبحانه، على بالكم احنا الان عند مرانا ضيف، ماهوش عندي انا، لا مسؤول فقط على المسجد، لكن احنا كلنا في ضيافه رب العالمين، لان البيت هذا بيت الله، احنا رانا في ضيافه رب العالمين. ومن حقي المضيف ان يكرم ضيفه، ولا لا؟ انتما لو كان تروحوا ضياف عند عمتكم ولا خالتكم ولا جدكم ولا جداتكم، ولا يكرموكم ولا لا؟ حطوكم الماكله تشربوا تتقهووا تفطروا تتعشوا هكذا ولا لا؟ وهذا من باب صله الرحم. تسمى عمتنا ولا خالتنا ولا جداتنا ولا جدنا ولا يكرمنا لما نروحوا عنده، فما بالكم اللي يجي ويجي عند ربي سبحانه ويكرمنا ربي ولا لا؟ يكرمنا. واش هو الكرم تاع ربي سبحانه؟ الكرم الاول واش هو؟ انه يرضى علينا ويكفينا الرضا تاع ربي سبحانه، وكان غير يرضى علينا ربي سبحانه وخلاص. اللي يرضى عليه رب العالمين يعيش حياه سعيده ويموت موته شهيده، ويوم القيامه يكون في الجنان ان شاء الله. قولوا امين. امين يا رب العالمين. يعني ماهيش حاجه سهله. من ضمن الكرامة هو الملائكة الآن راهي تحف بينا، على بالكم الملائكة؟ اي نعم، الملائكة راهي تحف بينا وراهي تستغفر لنا وتدعي لنا. ربي إن شاء الله يرحمنا أجمعين. آمين، والحمد لله رب العالمين. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. تأملت والدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. وأن يجعل المعروف والجد نهجه، بذلك يسمو لا بجاه ولا رتب، ومن عاش فيها يجعل الخير همه، فما خاب من للخير قدم واكتسب، فما خاب من للخير قدم واكتسب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير